اوكي شباب، تعالوا خلينا نشوف على السريع. هسه هنا راني فينك اليوميه ظل راجع بهن الى ان تحفظون. هسه هنا اذا ردنا ان فيها راح نخلي للفعل المساعد نوت. زين، وهنا انا وينك ايدي؟ هاي تاع عقبتها شو احنا نشتغل على خيره. ها نحط الدونت. بس دقيقه دقيقه، شو عقبتها شو انت؟ تقول لي شو عقبتها شو انت؟ بعدين من نطفي الكاميرا نشوف شو سوياك. اوكي، هنا عندنا اي دي، لو عندنا اس ما عندنا، اذا راح نخلي دون. طيب نجي على هاي، هنا في حاله السؤال اذا عندنا اس نحذف الاس ونخلي داز. وهنا انا ديد، ليش ديد انت بوي؟ هنا عندنا كويشن، لازم تنتبه على منطق السؤال. طيب وهنا انا ليش؟ لان كل شيء واحد. طيب وهنا أنا خلينا نجي الى موضوع الاز والازنت والار والار انت. يلا شبابنا الاعزاء، طلعوا لنا صفحه 6 وخلينا نشوف المشكله اللي عندنا. شكو يا بي، عندنا الاز والازنت والار والار، هذول تجينا في حاله الاختيارات فقط. شلون يعني استاذ تجينا في حاله الاختيارات؟ راح نشوف الكلمه، اكو كلمه ورا الفراغ. هاي الكلمه يا اما مفرد يا اما جمع. استاذ شلون افرق بين المفرد والجمع؟ الجمع راح تلقون بي اس، اما المفرد ما بي اس، هاي منتهي من عندها. اوكي طيب استاذ، بس ما ها عندنا كلمه بيبل، عندنا كلمه بيبل هاي جمع، دير بالكم عليها. وعندنا كلمه تشيلدرن ايضا جمع. خوش، هذين الكلمتين جمع، صح ما بيهن اس بس جمع، لا تنسوها. طيب صار عندنا مشكلة، ها هسه إذا جتنا كلمة وعرفناها مفردة أخلي لها is لو isn't، تشوف الكلمة، تشوف الجملة، تشوف الجملة إذا بيها هاي الكلمة any راح تخلي نفي. زين، والجمع أيضا إذا أكو any راح تخلي aren't. صح يقول الأستاذ دقيقة، إحنا ما وصلت الفكرة. تعالوا يابه خلينا نشوف شلون ما وصلت لكم الفكرة. مثلا نتنوع للكلمة اللي ورا الفراغ، لقيناها جمع لو مفرد. جمع وبيها شنو؟ واحنا قلنا الجمع إذا بيها أني شو نخلي؟ أخلي أرنت. عيدها أستاذ. بعدين أستاذنا العزيز. نجي على هاي، جمع لو مفرد؟ مفرد. إذا مفرد شو راح تخلون؟ إز. خلي إز. نجي على هذه، جمع لو مفرد؟ مفرد ونفي. إذا وين النفي؟ ماكو نفي. عندي مفرد نخلي إز. نجي إلى هذه، جمع وبيها أني، إذا جمع وبيها أني شو نخلي؟ خلي أرنت. جمع لو مفرد؟ مفرد. ايش بيها؟ اذا عندي مفرد وبيها اني، ايش راح نخلي؟ جمع لو مفرد؟ اذا جمع نخلي ار. جمع لو مفرد؟ واحنا قلنا جمع نخلي له شنو؟ جمع لو مفرد؟ مفرد وبيها اني، اذا مفرد وبيها اني شنو نخلي؟ زين تمام. عيد هستاذ، جمع لو مفرد؟ مفرد. اذا مفرد شو تخلون؟ از. جمع لو مفرد؟ جمع. بها ست جمع. زين استاذ احنا ليش ما مشينا على هاي؟ اوكي امشي على هاي، جمع لو مفرد هاي؟ مفرد. ويقعد يقول لك 3 كم عاد يقول لك 3 مفرد؟ يس. 3 كم واحد؟ ثلاثة تعتبر احسن. عيفك من الانجليزي بالعربي. ما شوي ركز ركز ركز. ومن جمع لو مفرد؟ مفرد. ليش؟ ما استصرفنا بيها؟ جدا. جمع ايش ياخذ؟ جمع لو مفرد؟ مفرد. شو نخلي؟ جمع لو مفرد؟ جمع. جمع لو مفرد؟ جمع. خلي ار. جمع لو مفرد؟ مفرد. وش بيها؟ زين. اذا عندنا مفرد وبيها اني شو نخلي؟ زين. جمع لو مفرد؟ جمع. ها اذا جمع شو نخلي؟ جمع لو مفرد؟
مفرد وبيها شنو؟ زين. وصلت الفكرة لو لا؟ انتهينا من هاي الفقرة؟ متأكدين من عندها؟ منو عنده مشكلة بيها؟ من ما افتهمها؟ نسرين؟ اوكي ننتقل هسه الى موضوع اخر.